أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد نوقع سبتهاي مع السند كسو دوالة ورقة فيدنمي أعلن سيدة ميديا وفيدنما إسنين قضبة حساسية ينصو صعود فضلاً نلاتشوك حق حساسية هنجبات كتميد بانكيغا أدون كاوسوغا تيدو هاني محمد عبدالله فرماجو تليه هورا إسان بلورش أحنا نيكا كليا إسيد وين أدليل دو هاني محمد عبدالله فرماجو أياكو قوليستي حلبانك بارلمانك فيدرالك سوماليا عيدما هو بايسان أولو وريغي قيبا كميد هاي مقالة بلدويني آنكو هورا يكولان غارة هاي أيا وحا مقدشاكو يشي دنجرة هم مريكان كاي سوماليا يا وكيل كبانكيغا دون كاي سوماليا لابدا مسؤول أو كلا أه سفير كمريكان كاي سوماليا يا مدحا بانكيغا دون كاي سوماليا كريستينا أيا سيقار أيا وغا حدلي ولا علاقة قبو إن قرشاها ديبو هابين تا دقالها إيقوشا لغا غاري إنو ديبو داع حوغان كو إيمان كرو هدي آنان دولد عصوب أي كدالان دالك سوماليا تاغير المالية ديت كبك ميساني يدى إيا النظام كدين عفين تا سوماليا أيا هالي سجرا إيا دو دوان بانجيغا دون كا أو شاعة كقاضي إن دمان تاغير المالية ديت أي هكاني صبر تماها بشمي سند كاني لبكوني لبي لباتنكا هدي آن مدد صوماليا هيلين دولد عصوب أيا لغو يري سيكستباها أهاتي دوهاني محمد عبدالله فرماجو يدلاغ قسل فهد ياسين حاج داهر أيا دبدا كغدقن إن دورشد اللسو قبقبيو إسلام مركاسين قدوميو لدورتي يمدحوين عصوب دوهاني محمد عبدالله فرماجو أيا عبسي حوغن كقبا إن أوسان كورسيا مركلا كسول لابن دونين وحاونا آمن سيهاي هدي كورسيا سي إن صوماليا إذل أي مرقورة قبطو دينا عكالا ياكو قوليستي كورسيقي أي كترتميين سنبلو لشيئي اللح مشرح أوكالا آدنو أدكا تليي هورا إيها يدنا بسو قدن نسا عبد الله محمد علي سنبلو لشيئي ياكو قوليستي دورشادة كورسيقا هوب إبر كنتوني سيديد كدب ترتن أدنك أوكا دعي مقالة بردويني سنبلو لشيئي هلي عدد قارة يا كنتوني أفر عد وحانا مقالة بردويني إسخب صدي الرصاص لوغو دبال دقية قوشي ساس لماركاسيني هب آدو عرعلوس أيا لغير دي قدوميا قد دقهر قيلين تدور شوين كددبان هير دولد قوبلد إسيد هير شبهل محمد حسين محمد أيا شيغي إن آن لو باهنين وريق اللاباد ما داما سنبولولشي أوهلي عدد كبالان كنتاني أفرعود مشرحين تا أترتم يا كرسي غاني أيا كلاه كو عبد الله محمد علي سنبلولشي كنتاني أفرعود لابو علي عبد الله عصب لمدح وينيه أبو هرريي إمامو الكهير شبيلي أوهلي لباتاني سيديد عود عبد القادر حسين علو سيديد عود يونس محمد نور سدح عود عبد الله أحمد حسين شن عود محمد أفروب مكران لابو عود أبح علي شيغو إبر كرسي غاني أيا وحا هري أبو فديي حلبان نور إيدو بيلي كاسي أو كدواقي إنانو أهين مشرح كدب مركي لغو دواقي قدiga صوحو ليي إرقادة دورشادة حلبانة دا سوين أيو قعنصار أولو لها دوحاني في الله صوماليا يهير شبه لإسلام مركاسينا وحاو الدونيي إن كرسي غاسي لوحيرو وسن قفنا لا ترتمين حسا أهاتي مركي إرقادة باشا إسكاله أي يراهدين والا فوريا علي قود لاب او يري ترتن فوران أيا لغا ديغيا سيداسي أيو ساقا هري سنبلولش أيا كميدا سياسيين تسيد وين أمعارد سنفي لا صوماليا إيو مدح ويني هوري دوهان فرماج وحانا دورة شديسة لو أركان ميسان علوس أو كسو بيري بار لبانك كاسي أو سامين وين يالان كرا سيكستباها أهاتي دبال ديغيسة آد أيو غحمادين دوهان محمد عبدالله فرماجو دينا عكالي حالة دا مقالة دا بردويني أيا لغو صورهم يا إني كعسان تهي كدب مركي عيدما هوبايسان أيلا وريغن خيبا كمي دهي مقالة دا بردويني أو أهديغان دورش دا لبا دي هرشبيلي وررقا يا شيغين عيدما دا أي سيدو كلا خبسدين أففك هوري اي هولك دورش دا غلاح شعبك أو كويا لغو دا حيرا دا لمقالة اي مقالة دا بردويني سيدا اي اوغا تورباهين تا عيدما داني أيا كا قدودسان إن ددقار أي لوحيرو كورسيغا ترسيغيسو ياي هوب إبر كنتاني سقال إيه غلاح شعبك بارلبانك سوماليا سراكي شوغا ميني سعيدة مداسي أيا شيغي إني كسو هر جيدان حبك مدح ده هير شبيلي أي كو مامولا يان كورسيغا هوب إبر كنتاني سقال أو لغو وضو إن دور شديس أي كان دعادو مقالة دا بردويني كورسيغان أيا وحا هوري وغو فدسي حلبانات سميرا إيادة أولا شيغي إني مدح وينة كوحيغان كير شبيلي يوسف دبقيد او دونيو إن سيقار أهي لو حيرو كورسيغاسي تاس أو أي كبيد دي دن يهين عيدة مدى صوغ لي مقالة دا بردويني سميرا أو أحاس كقدوميه هوري إي بارلمان كمستر مرسل أيا إمن كوحاي دونيسا إني كورسيغا كسو لابطو لونا حيرو ح
xaaladda ayaa haatan aad u kacsan waxaana lagu soo warramayaa inay bilowdeen dadaalo lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda ka soo cusboonaata halkaasi arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo magaalada beledweyne ay ka harsan yihiin kuraas yar waxaana ugu xiiso badan kursiga iminka ciidamadiisu ay joogaan magaalada beledweyne si kastaba ma ahan markii ugu horreysay oo ciidamo gadoodsan lagu arko beledweyne oo ay ka socoto doorashada baarlamaanka taasi oo weli ay ka taagan yihiin caqabad xooggan fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah hay-adda NISA oo ka digtay qarax lala damacsan yahay shirkad caan ah oo ka howlgasha garoonka aadan cadde xog gaar ahi oo ay hesha warbaahinta ayaa sheegaysa in kooxda al-shabaab ay qorshaysay in maalmaha soo socda ama 72 saac gudahooda beegsato mid ka mid ahi gaadiidka shirkadda gaarka loo leeyahay ee sahal ee garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada muqdisho kaas oo geysa kana soo qaada dadka safraya iyo kuwa ka soo degaya garoonka aadan cadde ururka al-shabaab miya ah NISA miya al-shabaab ah waa la kala fahmi la'yahay haddii ay og yihiin inay xogtaasi jirto meysha u qabtaan waa kuwa u digaya inaa halkaasi qarax laga geysade dhuuhane maxamed cabdilaahi farmaajo iyo dilaaga qosle fahad yaasin ayaaba horey loo sheegay in ay damacsan yihiin arrin aad u culus islamarkaasina ummadda soomaaliyeed ay aad uga nixi doonaan hadda gaadiidkaasi weligiis lama qarxin ama sahal baabuurta daabusha shacabka soomaaliyeed iminka maxaa ku soo aadiyey inay yidhaahdaan sahal ayaa la qarxi rabaa shacab aad u fara badan ayaa gawaaridaasi raacda islamarkaasina haddii la qarxiyo taasi waxay caddayn u tahay in garoonkiiyo aaggeeda ama halka lagu qabanayo doorashada ay diidan yihiin dilaaga qosle ee fahad yaasin iyo al-shabaab in doorasho lagu qabto xogtan oo la helay dorad oo sabti ahayd ayaa sheegaysa in al-shabaab ay diyaarisay qarax ismiidaamin ahay balse xogta ma sheegayso jinsiyadda qofka fulinaya qaraxa inuu yahay rag ama dumar qaraxani ayaa bartilmaameedkiisu yahay in lagu beegsado gaari ay leedahay shirkadda sahal kaasoo daad guraysa shaqaalaha garoonka aadan cadde bartilmaameedka qaraxa ayaa lagu sheegay gaari nooha ah midab caddaan ahna leh sidoo kale xogtan oo hay-adaha amniga og yihiin ayaa waxaa shirkadda sahal gaarsiiyey farin digniin ahay waxaana lagu wargeliyey dhowr talooyin oo ay hay-adda NISA soo gudbisay si feejignaan ahi iyo in ka hortagba loogu sameeyo qaraxa ismiidaaminta ahi talooyinka la siiyey shirkadda sahal ayaa waxaa ka mid ahay dadaal xooggan la galo sidii nolol ama geeri loogu qaban lahaa ismiidaamiyaha in baaris lagu sameeyo agagaarka albaabka hore ee garoonka diyaaradaha in ganacsiga laga joojiyo agagaarka garoonka iyo in shaqada laga joojiyo gaadiidka daabusha shacabka iyo shaqaalaha dowladda iyo in hawsha gaariga bartilmaameedka ahi la joojiyo maalmihii u dambeeyey ayaa waxaa dhacayay weeraro iyo qaraxyo ka dhacaya muqdisho oo lagu weeraray garoonka diyaaradaha aadan cadde iyo qaraxa ismiidaaminta ahaa ee beledweyne ee lagu dilay xildhibaaneed aamine maxamed cabdi iyo dad aad u fara badan sidoo kale madaxweynihii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud iyo siyaasiyiin kale ayaa ka digay in magaalada muqdisho ay ka dhici doonaan qaraxyo dad shacab ahay iyo dad mas-uuliyiin ahba lagu qarxin doono maalmaha soo socda islamarkaasna waxa ay ka digeen in dadka feejignaadaan dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo khudbad sagootin ahay u jeediyey xildhibaanada laga soo doortay maamulka ayaa ka hadlay xaaladda dalka iyo arrimaha doorashooyinka lafta gareen ayaa ugu horreyn soo hadal qaaday doorashada golaha shacabka ee haatan maraysa gabagabada wuxuuna sheegay inay geliyeen qabsoomideeda dadaal aad u xooggan madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in markii ay arkeen inay maamulada kale ee baarlamaanka ku soo dareen saraakiil ay iyaguna soo dirsadeen janano sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in walwal xooggan ay ka hayso doorashada iyo dhammaystirkeeda islamarkaasina uu habeenkii ku riyoodo iyadoo qof la dooranayo inkastoo uusan shaacin qofka uu yahay walow isagu ka mid yahay kooxda dhuuhane farmaajo isaga oo ka hadlayay doorka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee doorashada ayaa waxa uu sidoo kale sheegay inay haystaan xildhibaanada ugu badan ayna doonayaan in la hogaamiyo balse iyagu ay wax hogaamin doonaan sida uu hadalka u dhigay ugu dambeyntii wuxuu lafta gareen kula dardaarmay xildhibaanada labada aqal ee ka soo jeeda koonfur galbeed ee inay muujiyaan midnimo ayna la yimaadaan matalaad dhabahi si kastaba koonfur galbeed ayaa noqotay maamul goboleedkii ugu horreeyey ee bilaaba doorashada baarlamaanka kuna soo gebagabeeyey wakhtigii lagu ballamay ee 15-ka maarso dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka